مثلما صورها الخيال، حيث الموج يروي عطش الرمال، والصفاء يغمر المكان والزمان. مدن تجسدت واقعا حالما، وصرحا فائق الجمال. في الشرق على شاطئ الخليج العربي تتألق شمسان، الجبيل الصناعية ورأس الخير. وعلى الساحل الشمالي الغربي مفخرة تطل بشموخ على البحر الأحمر، ينبع الصناعية. وفي الركن الجنوبي الغربي تقع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. مدن بنيت بحب وشغف لتكون وجهة المستقبل، وبوابة العبور إلى الغد، ورمزا للطموح والإرادة، مستلهمين بطولات الأجداد ومغامرات صائدي اللؤلؤ وثمار البحر، ومستثمرين للثروة النفطية الهائلة. أنشأنا من العدم واحات للحضارة والنماء، ومنارات تعانق عنان السماء، وعنوانا لكل باحث عن الإبداع والتميز. تستيقظ مدننا صبيحة كل يوم ليبدأ فصل جديد من قصة النجاح والأمل، وتفتح صفحة مشرقة بالجد والمثابرة والعمل. عقول متلهفة تسابق الزمن للعلم والمعرفة والاستمتاع بلحظة الإنجاز، في بيئة نموذجية تلبي طموحات الباحثين عن الأفضل لأبنائهم وأسرهم. ننطلق من فهم عميق لاحتياجات رواد الأعمال، لأننا ندرك معنى التخطيط الأمثل والاستثمار الآمن في المستقبل. هيأنا كافة الظروف لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قبلة الصناعة، وملتقى المنشآت الصناعية العملاقة، وكبرى الشركات المحلية والعالمية. للحياة في مدننا رونق خاص ونكهة مميزة لا تنسى، أجواء مفعمة بالحماس والرغبة في المغامرة والتجديد. منحنا الأولوية لمتطلبات الأجيال القادمة، فسبقنا عصرنا وأصبحت مدننا أيقونة لجودة الحياة ومعلما للسعادة والجمال. رؤيتنا في الهيئة الملكية للجبيل وينبع نابعة من اقتصاد مزدهر متكامل، ومجتمع حيوي متفاعل، في وطن طموح متفائل.